كيف يطعن صحابي في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وتأميره؟ قضية التعصب الذي كان قائما والنبي صلى الله عليه وسلم يعالجه من نفوس الناس، وقد عالجه من نفوسهم وظن أنه قد زال بالكلية، وقد جاء لهذا، فقد كانت العصبية القبلية على أشدها في الجاهلية، فعالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السابقين الأولين بمكة. فلما أسلم أبو ذر وجد فيه بعضها حتى عير رجلا بأمه، فقال عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، فعالج عنه ذلك، فزال عنه، حتى أقسم أبو ذر لمن عيره أن يطأ عنقه على الأرض، ثم كلما بلغه شيء من هذا القبيل عالجه. الفرق فأسامة بن زيد رضي الله عنه كان المنافقون يطعنون في نسبه، لأن أباه زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه، رضي الله عنهما عن زيد وعن حارثة، كلاهما صحابي. نعم. وأسامة ومحمد بن هو أيضا كلاهما صحابي. نعم. هذا البيت فيه أربعة صحابة على الترتيب. فأسامة بن زيد شديد السواد، وأمه أم أيمن بركة ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وقع قوله. وزيد شديد البياض، وهو من بني كلب بن وبرة بن الحاه بن قضاعة، وهم أهل العراق، ففيهم بياض شديد في سحنتهم. فتكلم المنافقون في ذلك حتى جاء رجل من بني مدلج، وكان قائفا مشفرا بالقيافة، وهو مجزز المدلجي، فدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أسامة وزيدا قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا بالغا، وهو لا يشك في نسب أسامة، ولكن رأى أن هذا الرجل البادي الأعرابي الذي لا يعرف زيدا ولا يعرف أسامة ولا يسمع المقولة ولم يلقى المنافقين ولم يسمع منهم، شهد بذلك. فدخل على عائشة مسرورا تبرق أساريب جبهته، فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يسرك؟ قال أما علمت أن مجززا المدلجية دخل على أسامة وزيد قد لبسا كساء فغطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إلى آخر الحديث. فلذلك أسامة طعن بعض الناس في إمارته من أجل أنهم يريدون من ليست أمه سوداء، أو من ليست أمه أمة، أو من هو قرشي، فهذا وجه الطعن ليس في في إيمانه ولا جيد. لا أنا أريد أحرر المناط الآن. مثلا أبو ذر لما قال ما قال عن بلال رضي الله عنه كان شيئا بينه وبين بلال. أنا أتكلم هنا عن اعتراض على تعيين للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو يعني يكاد يشكل على أصل الإيمان. ما كان لا هو ليس اعتراضا على حكمه، يكون لهم الخيرة، ليس اعتراضا على حكمه. نعم. بل العكس، هذا لا يقع من أهل الإيمان أصلا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم. ولكن كان إبداء رأي وبيان أن يظنون أن غيره أصلح للإمارة منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم به وأدرى. يكون كقول الحباب في بدر، إن كان هذا منزلا. نعم. يعني يصح. ظنوا أنه اجتهاد بشري. نعم. قابل، فلما أصر عليه علموا أنه وحي وكفوا. نعم. ونفس الشيء أيضا أنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في رأيه في قتال المشركين يوم أحد، كانوا يرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يقاتلهم من داخل الحصون، فرأى جمهور الصحابة أن يخرج إليهم فيناجزهم، فدخل واغتسل ولبس لامته، فقال لهم الكبار أنكم استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يكن يريده، قالوا لعلنا استكرهناك على أمر لم تكن تريده، فقال أجل، فقالوا افعل ما بذلك، فقال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. إذن كل ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم مما ظاهره اعتراض على رأي الله عليه الصلاة والسلام أو أمر الله هو محمول على هذا الوجه. إيه أنهم نعم. ظنوا أنه من أمر الدنيا واجتهادها. نعم. هو قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، لأن قد يحتاج مثلا بعدم امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما قالوا محلقوا، فما فعلوا إلا لما حلق، فقالوا هذا اعتراض على أمره صلى الله عليه وسلم، ليس اعتراضا على أمره، الطعن على إمارة، وإنما كان مفاجأة وصدمة، ذهولا. إيه نعم، لأنهم قد بايعوها على الموت وظنوا أنهم سيناجزوا أعداءهم. طيب.